مشاهدي قناة الساحل على السلامة ومرحبا بكم. اليوم صوت الساحل تواكب استعدادات المواطنين لشهر رمضان، تاخذ انطباعاتهم وأراهم حول الأسعار. تابعونا في التقرير التالي. تحكينا شوي على الأسعار. خوتي والله الأسعار غالية بصراحة. تو هاني نحضر في شوي فواح نتاع بسيسة، كنت نلاوي ندور على طرف حبة حلاوة. مصلي على النبي، كل واحد يعطيك راي، كل واحد يعطيك سوق. ولا الطبقة الوسطى هي اللي تعيش، الزوالي ما عادش يعيش تو، ما فماش، ما عادش نحكيو عليه جملة الزوالي. شنو شيء بالحق، شيء أسف، شيء أسف والله والله، يا حسرة على تونس، والله يا حسرة على تونس. هنا الزوالي يعيش، المرسي هذا رخيص والزوالي كل يجي ياكل كل شيء بلاش. تجد كل خضرة توا هبطت شوية، أسعار مناسبة فهمت؟ أما بالنسبة للحوت ولا اللحم ولا كل كي، قفت المواطن ما ننجمش بصفة عامة. ما دام ما فماش منهم معناها الأسوام غالية، الحوت هي الدنيا ميتة، فماش بيوع، معناها ثلاث أسوام مناسبة على الآخر وأقل من المناسبة، أرخص من اللحم وأرخص من الدجاج وأرخص من كل شيء. على الجمعة اللي فاتت وعلى الشهر اللي فات تبرك الخضرة وأبرك الحق. الحمد لله أبرك شوي، هاي كانت البطاطا ب 1700 وب 1600، تو أبرك ولات بدينار وب 850، هاي الحمد لله إن شاء الله. يعني الأسعار قبل رمضان تحسنت؟ تو قبل رمضان تحسنت، إن شاء الله تقعد هكا، إن شاء الله تقعد هكا. كانت ميتة الدنيا، تو باش تتحرك شوي. هي كي ترخص ما عادش يشرب، يموتوا على الغلاء الشعب التونسي. كي تبدا الدنيا رخيصة بدهم يطيشوا فيه. كل شيء رخيص، ماذا بيهم ديما معناها كل شيء يبدا مطيش قدام ما يشوش. تقول له كيلو 850 مثلا فلفل، اعطيني رطايل ب 3000 هات جوز كيلو خاطر مفقود. والزوالي يلوج اقل فرنك الزوالي، خاطر ما عندوش معناها بالخاصة اللي ما عندوش منين المدخول، ما عندوش المدخول، عنده البطالة وعنده المريض. شوف معناها أبرك شوية، أما الحوت واللحم، الحوت ب 22، اللحم ب 20، والحوت الغلي والكوي، الحوت غالي، حوت ودجاج والكل، هاي هذوما يرخصوا طريف. بطاطا ب 900، السفناري ب 900، بصل ب 900، الطماطم أغلب طماطم 1100 عندنا، فلفل 850، أسواق شعبية هنا، حتى في رمضان كان حضر بالسوق كيما هكا، سوق العراوي ديما رخيص راهو، باللي تغلى السلعة عندك ديما رخيص. السوام شعبية يعني نحبوا ديما المواطن فرحان، وماذا بينا ديما السلعة موجودة، ومرحبا بكم أسيدي. وربي يجيب لنا القسم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان مبروك علينا، والحمد لله.